من يبلغ تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في بحث أحكام النون الساكنة والتنوين، وكان قد وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. كنا قد ذكرنا أن الإخفاء في اللغة يعني الستر بفتح السين وتشديدها وبإسكان التاء. أما في اصطلاح المجودين فإن الإخفاء هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني أن هذا العمل الذي هو الإخفاء فيه شبه بالإدغام، كذلك فيه شبه بالإظهار، وأيضا فيه مخالفة للإدغام وفيه مخالفة للإظهار. هو من ناحية يشبه الإدغام ومن ناحية أخرى يخالفه، لذلك لا يمكن أن نصف هذا العمل بالإدغام. أيضا هو من ناحية يشبه الإظهار ومن ناحية أخرى يخالف الإظهار، وبالتالي هذا العمل لا يمكن أن نسميه إظهارا. كل عمل لا يمكن أن نصفه بالإدغام ولا يمكن أن نصفه بالإظهار يسميه العلماء الإخفاء. عار عن التشديد، ومعنى هذا أن الحرف الأول وهو الحرف المخفى يكون مستقلا عن الحرف المخفى عنده مع بقاء الغنة في الحرف الأول، أي إن الغنة تكون فقط في الحرف المخفى وهو النون الساكنة والتنوين هنا، ولا تكون الغنة مع الحرف المخفى عنده والحروف المخفى عندها، أو الحروف التي تخفى النون الساكنة والتنوين عندها عددها 15 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى بقوله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. صف الصاد، ذا الذال، ثنا الثاء، كم جاد شخص الكاف والجيم والشين، قد سما القاف والسين، دم طيبا الدال والطاء، زد في تقا الزاي والدال والفاء والتاء، ضع ظالمة الضاد والظاء. أول حرف من كل كلمة من كلمات هذا البيت أرجو منكم أن تحفظوه: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالمة. الحروف العربية أيها المباركون عددها 29 حرفا، إذا أسقطنا منها الألف، لأن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، يبقى عندنا 28 حرفا. نسقط منها حروف الإظهار
الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء أخي هاك علما حازه غير خاسر، يبقى عندنا 22 حرف نسقط منها حروف الإدغام يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، 22 نقص منهم 6 يفضل 16 حرفا. نسقط من هذه 16 حرفا واحدا وهو حرف الباء الذي هو حرف لحكم القلب أو الإقلام، يبقى عندنا 15 حرفا. هذه الحروف كلها هي حروف للإخفاء، إذا جاءت هذه الحروف 15 بعد النون الساكنة أو التنوين سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإن هذه النون الساكنة وهذا التنوين حكمه الإخفاء. إذن حروف الإخفاء 15. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. قبل أن أذكر لكم أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف، نريد أن نقوم بمقارنة بسيطة بين الإخفاء والإدغام والإظهار. أنا ما زلت في التعريف، هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. عندنا في النون الساكنة عندنا فيها جزئان، إذا نطقنا بها فإنها تتكون من جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي. الجزء اللساني هو أن يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويصاحب هذا العمل غنة من الخيشوم. مجموع هذين العملين الجزء اللساني والجزء الخيشومي الذي هو الغنة يشكل حرف النون. كثيرا ما قلت لكم أن العلماء يسمون النصف اللسانية من النون بالنصف المكمل، ويسمون الجزء الخيشومي وهو الغنة بالنصف المكمل لأنه يكمل حرف النون. إذا نظرنا إلى هذه النون الساكنة، وإذا قلت نون ساكنة فأنا بداهة أعني أيضا التنوين، لأن التنوين ما هو إلا نون ساكنة زائدة. النون الساكنة في حكم الإظهار نجد أن الجزء اللساني منها موجود، كذلك الجزء الخيشومي منها موجود. مثلا من آمن ينأون ينهون من هاد من هاد، لاحظوا أن النون الساكنة الجزء اللساني منها موجود، وأيضا الجزء الخيشومي منها موجود، من آمن. بينما في الإدغام مثلا من ربهم من لدنه، هذه نون ساكنة حكمها الإدغام، نون ساكنة بعدها راء مثلا من ربهم، ونون ساكنة بعدها لام في من لدنه. نجد أن الجزء اللساني من هذه النون الساكنة معدوم، من لدنه لم يبقى أثر لهذه النون، كذلك الجزء الخيشومي من النون هو معدوم هنا غير موجود تماما، من لدنه من ربهم. انتبهتم؟ في الإظهار الجزء اللساني موجود والجزء الخيشومي موجود، في الإدغام الجزء اللساني معدوم والجزء الخيشومي معدوم. بينما في الإخفاء نجد أن الجزء اللساني من النون معدوم بينما الجزء الخيشومي من النون موجود، وهذا الذي سنلاحظه إن شاء الله حينما أذكر لكم أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين. سنلاحظ أن الجزء اللساني انعدم بينما الجزء الخيشومي من النون موجود. هذا هو معنى قول علمائنا جزاهم الله عنا خيرا حينما عرفوا الإخفاء، قالوا هو نطق بحرف
بصفة بين الإظهار والإدغام، يعني هو يشابه الإظهار ويخالفه، لذلك لا يمكن أن نصفه بإظهار، وهو أيضا يشابه الإدغام ويخالفه، وبالتالي لا يمكن أن نصف هذا العمل بالإدغام. فلاحظوا أن الجزء اللساني في الإخفاء، الجزء اللساني معدوم، من هذه الناحية يشبه الإدغام، بينما الجزء الخيشومي هنا موجود في الإخفاء، هو من هذه الناحية يشابه من؟ يشابه الإظهار. انتبهتم؟ إذن هناك مخالفة ومشابهة من ناحية، وهناك مخالفة ومشابهة من ناحية بالنسبة لشبهه واختلافه بالإدغام والإظهار. نأتي على أمثلة توضح كل ما ذكرته، دائما المثال أيها المباركون يوضح المقال. نأخذ مثالا على إخفاء النون الساكنة عند حرف الصاد، قوله تعالى مثلا منصورة، هي أصلها منصورة، نون ساكنة بعدها صاد. أيضا مثال مثلا التنوين مع الصاد، بريح صرصر، بريح صرصر، لاحظوا أن التنوين بعده حرف الصاد. ما الذي فعلته الآن حينما نطقت هذا الإخفاء؟ الذي فعلته هو أني هيأت مخرج الحرف المخفى عنده وهو الصاد هنا. أنا مثلا منصورة نطقت ميم مفتوحة، ما ما هذه ميم مفتوحة، أعطيتها زمنها، بعدها مباشرة هيأت الفم على مخرج حرف الصاد من، وصاحب هذا العمل وهو تهيئة مخرج حرف الصاد صاحبه غنة كاملة الطول من الخيشوم. انتبهتم؟ هذا هو الذي علينا أن نفعله إذا نطقنا الإخفاء، نهيئ مخرج الحرف الآتي وهو الحرف المخفى عنده، ويصاحب هذا غنة كاملة الطول من الخيشوم، أيضا يصاحبه صويت من الفم، لا أقول صوت، صويت من الفم، طبعا هذا الصويت وهو تصغير لصوت، هذا الصويت سببه عدم كمال انغلاق المخرج، الجزء اللساني لا ينغلق تماما في الإخفاء، وبالتالي هناك صوت قليل يكون عن طريق الفم، اللهم إلا في حرفين، في القاف والكاف، القاف والكاف ينعدم الجزء اللساني تماما، لأن أقصى اللسان يغلق المخرج، يرتفع أقصى اللسان ويسد المخرج الفموي، وبالتالي لا يمر أي صوت من الفم، كل الصوت يكون غنة من الخيشوم، هذا بالنسبة لإخفاء النون الساكنة والتنوين في الكاف والقاف. كل حروف الإخفاء إن شاء الله سأذكر أمثلة لها، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فحياكم الله. تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أسهل طريقة لحفظ كتاب الله، حفظ القرآن يمر بثلاث مراحل: 1. ما قبل الحفظ، 2. أثناء الحفظ، 3. ما بعد الحفظ. أولاً ما قبل الحفظ، النية والدعاء بتسهيل الحفظ.
اختيار ملقن أو شيخ مناسب ليكون عوناً ومشجعاً على الحفظ، وضع خطة كاملة للحفظ ويفضل كتابتها وتعليقها على حائط الغرفة، اختيار المكان المناسب يتميز بالهدوء وعدم وجود ما يشغل عن الحفظ مثل وجود أشخاص أو تلفاز وغيرهما، التخلق بخلق القرآن والابتعاد عن الذنوب والمعاصي من الأسباب المساعدة على حفظ كتاب الله. ثانياً، أثناء الحفظ اختيار طبعة مصحف واحدة للحفظ منها، القراءة بتدبر وفهم لمعاني الآيات، القراءة مع التفسير، التكرار أثناء الحفظ لكل آية لا يقل عن 20 مرة، الربط بين الآيات أثناء الحفظ مع التكرار، الاستماع قبل القراءة والحفظ. ثالثاً، بعد الحفظ الربط بين الأثمان بالتكرار أكثر من مرة، المداومة على تسميع ما تم حفظه في كل وقت أثناء الخروج من المنزل أو الاشتغال بأي عمل، الاستعانة بكتابة ما تم حفظه فهي تساعد على التثبيت، قراءة ما تم حفظه في الصلاة خاصة النوافل وقيام الليل، اختيار يوم يكون لمراجعة ما تم حفظه خلال الأسبوع وليكن يوم الجمعة مثلا. وفي الختام، فلتعلم أخي أن الحفظ الجيد يحتاج لوقت كي يثبت في قلبك، فلا تيأس وثابر وكرر واستعن بالله، واعلم أن في كل تكرار خيرا، فالحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند أمثلة إخفاء النون الساكنة والتنوين، ذكرنا مثالا على إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الصاد. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الذال قوله تعالى: تنذرهم عزيز ذو الذي فعلته نطقت الحرف الذي قبل النون الساكنة أو قبل التنوين أعطيته زمنه، مثلا التاء في كلمة تنذرهم والزاي في كلمة عزيز ذو. بعد إعطاء هذا الحرف زمنه أهيئ مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة وبعد التنوين وهو الذال هنا، والذال هي من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظوا أن المخرج مهيئ، تنذرهم، وصاحب هذا العمل الذي هو تهيئة المخرج صاحبه غنة كاملة الطول من الخيشوم. بعد هذه الغنة الكاملة، طبعا أيضا الغنة هذه الكاملة يصاحبها صويت من الفم كما ذكرت لكم، لأن أغلب حروف الإخفاء المخرج أو الجزء اللساني من النون الساكنة لا ينقفل تماما، وبالتالي هناك صويت يمر من خلال الفم غير الغنة التي تخرج من الخيشوم، إلا في حرفين القاف والكاف سنأتي عليهما إن شاء الله تعالى. فإذا
انتهيت من هذه الغنة الطويلة وانتقلت إلى الحرف المخفى عنده. انتبهوا لهذه المصطلحات أيها المباركون، حينما أقول الحرف المخفى عنده أعني به حرف الإخفاء، الصاد، الذال، الثاء، الشين، صف ذا ثنا كبجادة، شخص قد سمى دون طيبا زد في تقن ضع ظالما. إذا وصلت إلى الحرف المخفى عنده فلا غنة فيه، وهذا معنى قول علمائنا في تعريفهم للإخفاء مع بقاء الغنة في الحرف الأول، أي إن الغنة تكون مع الحرف المخفى الذي هو هنا نون ساكنة أو تنوين، ولا تكون الغنة مع الحرف المخفى عنده. إذا انتقلنا إلى الحرف المخفى عنده فلا غنة، الغنة فقط في حرفين، في النون والميم، باقي الحروف العربية لا غنة فيها. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الثاء: والأنثى ماء سجاجا. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الكاف: منكم كراما كاتبين. لاحظوا منكم، نطقت ميم مكسورة وهي الحرف الذي سبق النون الساكنة، ثم هيأت مخرج حرف الكاف وصاحب هذا العمل غنة من الخيشوب. لكن هنا في حرف الكاف الجزء اللساني ليس فيه أدنى صوت. لماذا؟ لأن أقصى اللسان ارتفع وسد وقفل الجزء اللساني، يعني لا صوت يخرج من الفم إطلاقا، كل الصوت يخرج من الخيشوب. بدليل لو سددت أنفي وأنا أنطق حكم الإخفاء نون ساكنة بعدها كاف أو نون ساكنة بعدها قاف، سيأتي معنا المثال، لو الواحد منا سد أنفه ينقطع الصوت مثلا، من بمجرد قفل الأنف الصوت ينقطع. بينما في بقية حروف الإخفاء هناك صويت من الفم، كما ذكرت لكم السبب هو عدم كمال انغلاق المخرج. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الجيم: أن جاءه الأعمى عين جارية. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف الشين: من شيء شيء شهيد. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف القاف: من قبل شيء قدير. أيضا هنا في القاف لا صويت من الفم لأن المخرج ينقفل تماما بسبب ارتفاع أقصى اللسان. الفرق بين صوت إخفاء النون الساكنة والتنوين في الكاف وصوت إخفاء النون الساكنة والتنوين في القاف هو الغنة، الغنة مفخمة في القاف والغنة مرققة في الكاف. في القاف لأن لسان المزمار يرجع إلى الخلف وبالتالي يتضيق الحلق ويتجه، وهذا يؤدي إلى غنة مفخمة. بينما في الكاف إخفاء النون الساكنة والتنوين في الكاف لسان المزمار لا يرجع إلى الخلف وبالتالي الحلق لا يتضيق. الفارق الوحيد في صوت الإخفاء في الكاف وصوت الإخفاء في القاف هو الغنة، غنة الإخفاء أو غنة إخفاء النون الساكنة والتنوين في القاف مفخمة، وغنة إخفاء النون الساكنة والتنوين في الكاف مرققة. احفظوا هذا، الغنة غنة الإخفاء تتبع الحرف المخفى عنده، إن كان حرفا من حروف التفخيم فهي مفخمة، وحروف التفخيم هي خص ضغط خض. طبعا هذه الحروف ليس كلها حروف إخفاء لأن عندنا منها الخاء حرف للإظهار، اللهم إلا على قراءة أبي جعفر المدني لأنه يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء. الصاد والضاد
عندنا فيهم الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء، هذه الحروف وهي من حروف الإخفاء، إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين فإن غنة الإخفاء تكون مفخمة. مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين في حرف السين: الإنسان، خمسة سادسهم، الدال، من دون الله، وكأسا دهاقا، الطاء، عن طبق، كشجرة طيبة، الراء، آسف الزاي، المنزلون، نفسا زاكية، الفاء، أنفسكم، تبعا فهل، التاء، من تفاوت، حلية تلبسونها، الضاد، منضود، تلك إذا قسمة ضيزى، الظاء، انظر، قرى ظاهرة. ذكرنا مثالين لكل حرف من حروف الإخفاء، مثال النون الساكنة مع حرف الإخفاء، ومثال للتنوين مع حرف الإخفاء. الذي علينا أن نفعله أيها المباركون في نطقنا للإخفاء، وأرجو منكم أن يعني تنتبهوا لهذا الأمر، أنا ذكرت أكثر من مرة لكن أريد أن أركز عليه، لأن غالبية من يقرأ يجهل هذه الكيفية. كيفية الإخفاء هو تهيئة مخرج الحرف الآتي، وهو الحرف المخفى عنده، نهيئ المخرج، ويصاحب هذه التهيئة غنة كاملة الطول من الخيشوم، أيضا يصاحب هذه التهيئة صويت يخرج من الفم، وسبب هذا الصويت ليس صوت، صويت يعني شيء قليل، هذا الصوت أو هذا الصويت سببه عدم كمال وتمام انغلاق المخرج إلا في حرفين القاف والكاف، لأن أقصى اللسان يرتفع وبالتالي يسد المخرج، فلا صويت معهما في القاف والكاف، كل الصوت يكون غنة، كل الصوت يكون من خلال الأنف. الغنة تكون مع هذه التهيئة ومع هذا الصويت الذي يكون من الفم. إذا انتقلنا إلى الحرف المخفى عنده فلا غنة، لا بد الحرف المخفى عنده يكون صافيا لا غنة فيه. الغنة فقط تكون في حرفين النون والميم في كل أحوالهما، سواء كانت النون أو الميم مظهرة، مخفاة، مدغمة، مشددة، متحركة، دائما الغنة ملازمة لهما، لا تنفك عنهما أبدا. الغنة هي جزء منهما، هي جزء من هذه النون ومن هذه الميم، لا يمكن أن تكون ميم من غير غنة، ولا يمكن أن تكون هناك نون من غير غنة. فلا يتوهم البعض أن الغنة تكون فقط لو كانت النون حكمها إخفاء أو الميم حكمها إخفاء، أو النون حكمها إدغام أو الميم حكمها إدغام، أو ميم أو نون مشددة، لا، الغنة هي ملازمة للنون والميم، من غير الغنة فلا ميم، ومن غير الغنة فلا نون. الغنة هي جزء من هذه النون وجزء من هذه الميم، بل هي نصف النون ونصف الميم، هي جزء مكمل للنون ومكمل للميم، من غير هذا الجزء لا تكتمل الميم ولا تكتمل النون. الآن عندنا فاصل قصير، لعلي أكتفي بهذا القدر من المادة العلمية، بعد الفاصل إن شاء الله أترك تلاوة المنهجية، وبعدها إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فحياكم الله.
مبين وذا معين حكمة ما مثله معين وهذه الآيات آيات محكمات آيات محكمات الحكيم قرآننا العظيم مراتع النعيم ودربنا القويم ومنة الحكيم فلنفهم الآيات آيات محكمات آيات محكمات هذا كتاب ربنا وهذه الآيات آيات محكمات عجائب ولا يخيب طالب قارئه وحافظه تحدوهم النفحات يرقون بالآيات آيات محكمات آيات محكمات كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا تلاوات تزف السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة نتلو فيه التلاوة المنهجية إن شاء الله وبعدها إن شاء الله نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد معنا زكريا أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا زكريا اليوم حنقرأ عليك سورة إقرأ سورة ماذا؟ يا زكريا سورة إقرأ سورة العلق سورة العلق نعم تفضل اقرأ يا زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته نقف عليها هكذا يا زكريا طيب واصل يا زكريا ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطح وزجد واقترب بارك الله فيك يا زكريا شكرا جزيلا على اتصالك يا زكريا اهتم بحروف القلقلة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق حروف القلقلة قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال خمسة أحرف هذه الحروف لابد من قلقلتها يا زكريا لما نقف على كلمة لئن لم ينتهي لنسفعا نقف عليها لئن لم ينته هكذا نقف عليها بالسكون انتبه لهذا يا زكريا أسأل الله أن يوفقك وأن يبارك فيك عاصم عبد الناصر أهلا وسهلا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله كل خير على برنامجك هذا وإياكم يا رب نسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيب يعني غانما آمين آمين احنا نستفيد منك هذا بالنسبة للغنة احنا نحرف الصغار نتبع معهم في القاعدة متاع وضع اليد على الخشم هذه اللي ذكرتها انت نعم لكن لما معلومة التخفيق بين الحرفي القاف والكاف هذه أول مرة نسمع بها أنا وأنا يعني عادة نحرف حتى نخليهم يبالغوا باش لما يقصروا يجوهم الحق سوا زي ما يقولوا بالليبي يعني فهمت؟ نعم لأن هذه طريقتي في عن تعليم الصغار هل يعني صويت هذا اللي ذكرته حفظتك يعني هل أنا تعلم لما بنتبع قاعدة شدة الخشم هذه الصبعين على جميع الحروف هل حنرتقي بخطأ مع الصغار اني ما نقدرش الامانه يعني الصو...
الصميت، هذه معنى الصميت أول مرة نعرفها. نعم. جزاك الله كل خير وبارك الله وإياكم. شيخ عبد الناصر، هي الكيفية، كيفية الإخفاء اتضحت بالنسبة لك صحيح؟ إيه لا لا نعرفها يعني إن شاء الله. نعم. بارك الله. لكن تمييز بدوت القاف الكاف أنا فاهم يعني، فهمت ما قلت يعني عن المزمار لسانه كله فاهمه. اللي بقى تو في يعني في دماغي لما نقولهم لما نسكر على خشم العين. إيه. في باقي الحروف. تمام بإذن الله تعالى. شنو حنلاحظ؟ تمام بإذن الله تعالى، أجيبك إن شاء الله شيخ عبد الناصر. طيب. نستمع لعائشة وبعدين أجيب يا أخونا عبد الناصر. عائشة أهلا وسهلا. عائشة إن كنت في الاستماع تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. ما فيش ألف بعد الميم يا عائشة. مما خلق. مما خلق. أنت تقري من المصحف ولا تقري غيبا يا عائشة؟ مصحف. مصحف. طيب هذه مما كيف مكتوبة؟ مما ايه كيف فوق مكتوبة؟ فوقها شدة. ميم وميم بس ولا؟ ايه. مفيش ألف أظن بعد الميم ولا؟ ايه. خلاص ليش تنطقي في ألف؟ ليش تقولي مما خلق؟ مفيش ألف. مما خلق. مما خلق. تمام. خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والسرائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. انطق اللام. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا عائشة. طيب نستمع إلى سعيد. أهلا وسهلا. سعيد. نعم. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ نحمد الله. أهلا وسهلا يا سعيد. لو سمحت نقص صوت التلفزيون بالله يسمعني من الهاتف فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. سعيد. الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.
العظيم. بارك الله فيك يا سعيد. تلاوتك ما شاء الله جيدة، نسأل الله أن يوفقك وأن يسعدك وأن يبارك فيك. نعود إلى أخينا الشيخ عبد الناصر. شيخ عبد الناصر، في مسألة، أولا يعني خلونا نتفق أن الصبيان الصغار هؤلاء لا ينبغي أن نتشدد عليهم. مسألة التدقيق هذه تنفر هذا الصغير من تعلم كتاب الله، لا نشدد عليهم، ودائما نبدأ بالأمور السهلة البسيطة اللي يستطيع هذا الصغير أن يتعلمها نعلمها له. من عطشي أشياء لا يستوعبها عقله، لابد أن نحدث الناس على قدر عقولهم، هذا أمر. نحن الآن في حاجة إلى أن نستقطب هؤلاء الصغار، أن نحببهم في الكتاتيب في تعلم كتاب الله، لأن الآن في يعني صراع محموم، ويعني كلنا يعرف يعني. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحرص فقط على مسألة الكيفية، يعني أن نهيئ المخرج الحرف الآتي بعد نون الساكنة أو التنوين، نهيئ مخرج الحرف المخفى عنده. إذا فعلنا هذا فهو الأمر، الإنسان بطبيعته ستكون هناك غنة من الخيشوم، وسيكون هناك صويت عن طريق الفم، هذا أمر طبيعي، من دون أن نتكلف هذا سيكون. في القاف والكاف لا يمكن أن يخرج صوت من الفم، لأن المخرج منقفل بسبب ارتفاع أقصى اللسان، فهذا أمر فطري طبيعي، يعني الإنسان يعني لا يتكلف هذا. إذا تدربنا على هذه الجزئية، مسألة أن نهيئ مخرج الحرف الآتي بعد النون الساكنة أو بعد التنوين، خلاص ستكون هناك غنة من الخيشوم، وسيكون هناك صويت في الفم، من دون أن نتعمد هذا سيكون، شئنا أم أبينا. أيضا في القاف والكاف لن يكون هناك صويت من الفم، شئنا أم أبينا، لأن المخرج مقفل تماما بسبب ارتفاع أقصى اللسان. دائما نتدرج في التعليم أيها المباركون، نأتي بالمسائل البسيطة السهلة، ثم شيئا فشيئا. نحن الآن مثلا في الدورة التجويدية هذه التي بدأناها بعد شهر رمضان، تحدثت عن مقدمات علم التجويد ومبادئ علم التجويد، ثم أتيت إلى أحكام النون الساكنة، وحنجي على أحكام الميم الساكنة لو كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. يعني هذه أمور سهلة، كان من الأولى أن أتحدث على مسائل أخرى، لأن هذه مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين التي أتحدث عنها في هذه الحلقات، هذه تنبني على شيء، تنبني على مخارج الحروف وصفاتها. أنا لم أتحدث عن المخارج والصفات لأني أريد أن أتدرج، سآتي بالمسائل البسيطة السهلة، أحكام النون الساكنة، أحكام التنوين، الغنة، أحكام المد، أنواع المد. بعد ما نتم الأمور هذه السهلة، بعدين نرجع للصعب، يعني مخارج الحروف وصفاتها. فالتدرج مطلوب في التعليم. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.